بيحرق دم. قولوا لا اله الا الله يا حبيبي. ده بيحرق دم. قولوا لا اله الا الله. مصلي على الصبح. هاي بص يا حبيبي، مش هحسب لك من اول ما قلت ان انا هروح اجيب الايس كريم للبيت وانت طلعت يا عيني وانا المفروض طالعه وراك. اه ومش هقول لك ان انا يعني مره واحده التليفون ما بقاش معايا. ايوه وان هو بقى انا ده خليني نحسب من اول لما رحت عند يوسف وانا اللي اتصلت عشان اقول لك انا فين. ماشي. لما انا اتصلت عشان اقول لك انا فين كانت الساعه 11 ونص. نشيل النص ونحط نص تاني، نحط نص تاني، يعني احسب من 12 ل 8. يعني انت بقالك 9 ساعات انت بتفتكر ان الطيف اللي عايش معايا في البيت ده موجود فين؟ مين يا اختي؟ الطيف اللي قاعد معايا في البيت ده فين؟ طيش الطيف. طيف الطيف، الطيف الجن يعني، او العفريت او الحيوان او البوبي او اي حاجه قاعده معاك في البيت يعني. اه ده لو كنت حصلت لي مصيبه كان زمان اتقفلت واتدفنت وانت مش فاهم. اه انت بتفكر يعني ان انت فكرت في لا 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 ما ترد خلاص كده يعني. وخلي بالك اي رد هترد مش هتصدق. يعني خلصت الكلام عندك؟ انا عايز اعرف. ايوه تمام سيادتك. انت انا صرت المفروض ان انا بطلع الساعه 6 الصبح مشوار وفضلت مطبق وفضلت بعد كده رحت نمت 3 ساعات وبعد كده وقعدت لحد الساعه 11 بالليل وقال لي يلا اروح انام وانت قلت انت هتنام فيلا جت واحد اتنين. عملت انت ايه؟ فجاه اكتشفت ان انت عايزه تروحي تقعدي مع عبد الله اخوك صح؟ ولحد دلوقتي عارفه انت غلطتي ايه؟ في كل حته صح؟ غلطتي انا مربي قطه بامي. ايوه يا عيني جاي عن نفسك. لا تعبان عليك مش هعمل صح؟ سالت عليا رغيتي رغيتين عندك؟ لا 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 يلا ما هو شوفي الصوره بعد ما اشوفك احلى. نعم؟ شوفي الصوره بعد ما اشوفك احلى. مالي يا صوت وصورة لما اشوفك احلى. صوت وصورة؟ اه ماشي. بعد ما كلمتني بقى ايه اللي عايزي مثلا؟ عايز ايه؟ لا والله بسأل عليك ستك المفروض تيجي من بالليل ما جيتيش بس كده. لا لا وضعت عندي ايوه. لا مش هطمن عليها. ما ايه؟ صدقني انا بحاول ابان محترمة وقدامك كمان. ايوه ماشي فما تخليني اقول حاجه ما ينفعش تطلع في الفيديو. ايوه ماشي يا مولو تنزل ورا الكاميرا اسف صغير. يلا سلام. سلام هيقوم ياكل. لسه بيقول لي سلام. مربى قطه بيقوم ياكل. مربى قطه بيقوم ياكل. كنت انت قلت يا اختي؟ اه والله ماشي يا قطه. يا ابني انا حيوان. بص الكلب الكمبيوتر ايه الواحد اللي ما يعرفش يستغنى عنه؟ الكابينيه. تليفون كابينيه. لو كنت كابينيه تليفون كنت قمت بصيت عليا. التليفون بتاعك حضرتك ما انت بتقومش تبص عليه في على طول طول الليل. ده لو كان فاضي الساعه كنت هتفكر في الساعه. بحاول اسخن ولا لا 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 انا ده جيت نمت مش المفروض. لا 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 مش المفروض ان في حد عايش معاك في البيت تعرفه موجود ولا لا؟ واللي عايش معاك في البيت ده امه وابوه واللي جابوه كل حاجه. لما انت بتخرج بيفضل سهران لحد لو 3 ايام. بغايه يلا سلام. ايوه بص قول لا اله الا الله يا حبيبي. ده بيحرق دم. قول لا اله الا الله. مصلي على الصبح.